السلام الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ النهارده طبعا يا شباب، طبعا زي ما قلت تاني اهو، انا قافل الصوت عشان التسجيل. انا بسجل دلوقتي الفيديو المحاضره. اي حد عنده استفسار الناس تركز معايا، عشان في اي حد عنده استفسار ده غير يعني بعمل انا حاجه كده في النص في الرياضيات تاخدوها قاعده، ممكن تلاقوني فجاه بسالكم. ايوه بسال الناس، فالناس تركز معايا. تمام، فجاه كده تلاقوني ممكن في أي وقت بسأل الناس، فالناس تركز معايا يا شباب، ركزوا معايا. تمام، أول محاضرة معانا حاجة اسمها الأعداد المعنوية. الأعداد المعنوية يعني إيه؟ الأعداد المعنوية أو الأرقام المعنوية يعني إيه؟ الأرقام المعنوية، بصوا يا شباب، دلوقتي لو واحد جه قال لك رقم معين، جه لك مثلا رقم، مثلا قلت لك قول لي الرقم ده كام كده، انطقه لي، هتقول لي 3200. 3200. طب لو قلت لك معلش انا هشيل الصفر ده انطقه كده، هتقول لي 320. قلت لك لو شلنا الاثنين دي كده 20. الارقام المعنويه يا شباب باختصار دلوقتي عشان نفهم، الأرقام المعنوية هي الأرقام اللي ليها قيمة، الأرقام اللي ليها قيمة يعني ليها معنى، ليها لازمة، ما ينفعش تحذفها. لو حذفتها من أي رقم مش هيبقى نفس الرقم، هيبقى رقم تاني خالص، حاجة تانية خالص. بمعنى لسه قايل من شوية، لو أنا جبت رقم أهو، رقم زي كده، الرقم ده كام؟ 23000. لو شلت اتنين، لو شلت الاتنين دي هيبقى 3000، لو شلت صفر هيبقى 300. طيب يا استاذ معلش، ما كده الارقام المعنويه كل الارقام. هو فعليا كده. والله الراجل قال لك كده القاعده، قال لك الارقام المعنويه من 1 لـ9، كل الارقام من 1 لـ9 هي ارقام معنويه، كل الارقام من 1 لـ9 هي ارقام معنويه. يعني لو جبت لك رقم زي كده، ايه الارقام المعنويه اللي فيه؟ الثلاثه والاثنين والواحد والواحد والتسعه، كل الارقام دي ما ينفعش احذف منها اي رقم، تتسمى ارقام معنويه. لو حذفت رقم منها قيمه الرقم تتغير، قيمه الرقم تتغير. واحد يقول لي طب ماشي، هو في حاجه تانية ممكن ما تكونش معنويه؟ ايه ده؟ الصفر. الراجل قال لك الصفر. لو جيت سالتك دلوقتي الرقم ده كام؟ 2000. لو شلت الصفر ده هيبقى ايه؟ 200. طيب لو كتبت لك الرقم بالطريقه دي، ده كام؟ الرقم ده كام؟ 2. ايه ده، في 3 اصفار هنا، 2. طب هزود لك صفر، 2. طب هحذف صفرين، برضه 2. ايه ده؟ الراجل قال لك الصفر ساعات بيبقى معنوي وساعات ما بيبقاش معنوي. امتى بيبقى معنوي؟ بشكل بسيط بيبقى معنوي لو الصفر جه على اليمين او بين ارقام، دي معروفه يعني خدتوها قبل كده. لو الصفر على اليمين او ما بين الارقام يبقى اسمه معنوي، لكن لو الصفر على اليسار ليس له قيمه. لو ضفت حتى مليون صفر على اليسار لحاله كده ليس له قيمه، غير معنوي، غير معنوي، ملوش معنى، ملوش قيمه، ملوش لازمه. طيب حلو، يعني لو جبت رقم زي كده، خلاص الصفر ده معنوي؟ لا ملوش لازمه. الاصفار دي معنويه؟ ليه؟ ما اقدرش احذفها، معنويه، لو شلت رقم منهم هيأثر. يعني القاعده يا شباب في الدرس، طبعا واحد يقول لي الدرس كده، والله لحد دلوقتي هو الدرس كده، ما تقلقوش هو الدرس سهل كده. ايوه ما تخافوش، هو الدرس بسيط وهايف كده. لحد دلوقتي اللي احنا قلناه ايه هي الارقام المعنويه؟ هي الارقام من 1 لـ9. الصفر معنوي بس في حالات وحالات، ابسط حاله لما يجي على اليسار يبقى مش معنوي خلاص، لو جه لحاله كده على اليسار لكن اي حاله تانية يبقى معنى، ما اقدرش احذف. طيب الشرح اللي انا قلته ده لو ما حدش فهم
في حاجة تانية بنعملها بعملها دايما بعد ما بشرح، لو ما فهمتش افهمها كمسائل، افهم الموضوع كمسائل. يجي يقول لك ايه؟ حدد، ده اللي هيجي لك حتى في الاختبار، حدد الأرقام المعنوية في الأعداد التالية. يجي يقول لك كده خلاص، يجيب لك واحد أول سؤال يعني، اهو 3 2 1 9، ايه الأرقام المعنوية اللي هنا؟ حدد الأرقام المعنوية. ايه الأرقام المعنوية هنا؟ كلها معنوية، ما ينفعش أشيل ولا واحد منهم، 3 2 1 9 كل دول معنويين. يجي يقول لك أرقام زي كده، ايه الأرقام المعنوية اللي هنا؟ 3 الأصفار دي معنوية، انت قلت اه كل الأرقام معنوية 1 9، والأصفار لو ما بين أرقام أو على اليمين. الصفر ده معنوي؟ اه معنوي. الواحد معنوي؟ اه ما ينفعش أشيله. الأصفار دي ما ينفعش أشيلها، فمعنوية، كلها هتبقى معنوية. حددت الأرقام هم دول. طيب يجي يقول لك كده، حدد الأرقام المعنوية اللي هنا، ايه الأرقام المعنوية اللي هنا؟ الأصفار دي كلها على اليسار ملهاش قيمة، يعني مش معنوية. 7 هي بس المعنوية، بس الأصفار دي كلها مش معانا، مش أرقام معنوية، على اليسار لوحدها. اه آخر مسألة في الجزء ده، لأن في جزء تاني هنقوله دلوقتي. لو جه قال لك كده، الأرقام المعنوية اللي هنا؟ الصفرين دول غير معنويين، مش معانا على اليسار، لكن الواحد معانا والاثنين معانا والصفرين دول لا معانا، لو شلتهم، لو شلت واحد منهم هيتأثر الرقم طبعا. دول أرقام معنوية. ده الجزء الأول. إيه ده؟ ده الجزء الأول من الدرس. إيه ده هو كده؟ والله ده درس، أه والله ده درس عندكم، لو مش في الرياضيات ما تخافوش. طيب بعمل إيه دلوقتي؟ ركزوا معايا بقى عشان الناس مهم جدا. سؤال لكل الناس، هل حد، طبعا انا فاتح اقول الصوت، حد عنده استفسار لحد دلوقتي في اللي انا قلته؟ سؤال مهم وتعودوا عليه بعد كده في المحاضرات. حد عنده استفسار في اللي انا قلته؟ ها لا فهد ماشي، ما عندكش؟ انا بقول اللي عنده، اللي عنده بس يقول او يبعت رسالة. اه لو مش عارف يعمل صوت. ها لا محمد لا، ها حدش عنده استفسار؟ حدش بعت رسالة ولا بعت صوت؟ لا كل الناس فاهمه اللي انا قلته ده. طيب بناء على الناس كلها فاهمه نسال. ايه ده؟ اه نسال، هو كده تعودوا على كده. ايوه طب ما قلتش ليه يا حسين ان انت ما كنتش مركز؟ اه ما لسه قال اهو، ركز مع حسين. حد تاني غير حسين؟ ها اهو هقول عيد تاني يا حسين اهو عشان اسال. الراجل بيقول لك يا حسين، لو جه قال لك حدد الأرقام المعنوية في الأعداد التالية، يعني إيه الأرقام المعنوية بقى يا حسين؟ ركز معايا تاني. الرقم المعنوي يعني الرقم اللي ليه لازمة، اللي ليه قيمة يا حسين. يعني ليه قيمة؟ يعني لو قلت لك دلوقتي الرقم ده انطقه كده يا حسين، هتقول لي 2132. 2132 لو شلت الاثنين دي الرقم كده انطقه 213. ايه ده؟ داخل ده كده الرقم قيمته اتغيرت. طب لو شلت الاثنين دي كمان بقى 13، قيمته اتغيرت خالص. فالرقم المعنوي هو الرقم اللي ما ينفعش تحذفه يا حسين، لو شلته الرقم يتأثر، لو حذفته الرقم يتأثر. طب ما انت هتقول لي دلوقتي، تيجي تقول لي دلوقتي يا حسين، ما طب معلش يا استاذ، ما كل الارقام كده معنويه، معلش كده كل الارقام معنويه. اه الراجل بيقول لك الارقام من 1 لـ9 معنويه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كل دي معنويه، دي كلها ليها قيمه ما ينفعش تحذفها. طب في حاجه غير معنويه؟ الصفر. ماله؟ اوقات يبقى معنوي اوقات يبقى لا. بمعنى لو جالك رقم زي كده، الرقم ده انطقه 3، لو سويت صفر على اليسار 3، لو سويت صفر كام؟ 3. ان شاء الله لو سويت من اليسار هنا مليون صفر 3، لو حذفت كل الاصفار دي برضو كام؟ لو حذفتها كل الاصفار ده يا حسين
تبقى كلها ايه؟ ثلاثة. الصفر على اليسار غير معنوي ملوش لازم، لكن لو على اليمين لا ما ينفعش. 3000 لو حذفت رقم او صفر منهم يبقى ايه؟ 300. فالاصفار على اليمين هي المعنويه ما ينفعش تتحسب. فلو جات لك قلت لك سؤال حدد الارقام المعنويه وجبت لك رقم زي كده، اه حسين اهو اهو الارقام المعنويه اللي هنا، هتقول لي الخمسه والاثنين والواحد والتسعه. طب الاصفار بقى، المشكله في الاصفار، الاصفار دي معنويه اه على اليمين ملهاش يعني ملهاش لازمه، لا ليها لازمه لو شلتها هيتقصر، الاصفار دي معنويه معانا، دي الارقام المعنويه. لو جالك كده، لو جه سالك قال لك ايه الارقام المعنويه اللي هنا، حدد الارقام المعنويه في الرقم ده، ايه الارقام المعنويه في الرقم ده؟ الاصفار دي كلها مش معنويه، الثمانيه بس هو اللي معنوي بس كده. فهمت يا حسين؟ عندك اي استفسار كده يا حسين تاني في الجزء ده؟ حسين او اي حد غير حسين بقى، كل الناس انا فتح الصوت وال طيب اوكي. بناء عليه نسال في الجزء ده، نسال عشوائي، يقول لك اهو السؤال في الاختبار هيجي لك كده، حدد الارقام المعنويه في الاعداد التاليه. سيبكم من خطي شكله وحش. وين كسوا معايا؟ بسم الله ناخد عشوائي. نبدا ب عبد الرحمن الخلدي. عبد الرحمن سامعني يا عبد الرحمن؟ انا فاتح المايك ليك، لو ما عرفتش تتكلم ابعت. عبد الرحمن الملكي، عبد الرحمن الخلدي سوري، عبد الرحمن الخلدي سامعني يا عبد الرحمن؟ طيب عبد الرحمن مش سامعني. عبد المحسن سامعني؟ عبد الرحمن سامعني؟ ايوه كنت فتحت. سامعك يا استاذ. طيب عبد الرحمن لو جالك رقم زي كده، ها ايه الارقام المعنويه هنا يا عبد الرحمن؟ استنى افتح لك الصوت تاني. ها ايه الارقام المعنويه اللي هنا يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن طيب عبد المحسن سمعني؟ عبد المحسن طب اكتب انت. ايوه معك يا استاذ. طيب عبد المحسن ثانيه واحده خليك معايا، اللي يعلق عنده المايل يكتب. اكتب انت، اكتب انا عبد الرحمن ايه الارقام المعنويه، اكتبها لي، اكتب في الشات ايه الارقام المعنويه في الرقم ده. قول يا عبد الرحمن اكتب. طيب عبد الرحمن اوكي. عبد المحسن ايه الارقام المعنويه اللي هنا عبد المحسن؟ افتح لك الصوت عبد المحسن معلش. اه يلا مين بعد؟ عبد الرحمن بعد. الواحد والخمسه والصفرين، يعني الواحد والخمسه دي وانهي صفرين فيهم، دول ولا دول عبد الرحمن؟ انهي صفرين؟ طيب ماشي يلا عبد المحسن معلش برضو بعد. طيب الاصفار كلها، كل الاصفار يعني الاصفار دي والاصفار دي. لو الصوت معلق عبد الرحمن في زوار تحت دوس عليه بيشتغل معلم. تمام طيب، يعني انت قصدك الصفر ده الوحيد اللي مش معانا، ده اللي تقصده؟ طيب ماشي عبد المحسن معلش مش عارف اجي اسالك عبد المحسن لحد دلوقتي. عبد المحسن الراجل بيقول بناء على كلامه يعني الصفر ده الوحيد اللي مش معانا وكل الارقام دي معانا، انت ايه رايك؟ كلام سليم ولا عندك راي ثاني؟ سليم ماشي. طيب عادل سامعني عادل؟ نعم. اسالك سؤال يعني لو جالك رقم زي كده عادل، ايه الارقام المعنويه؟ عادل المبارك طبعا يعني أنا. ايوه عادل 78 بس. 78 بس الاصفار دي مش معنويه؟ مش معانا الاصفار دي؟ لا متاكد؟ لا ماشي متاكدين؟
خلاص طيب ماشي، ناخد سؤال تاني، ناخد واحد تاني. الفلاح الغلتي، فلاح، سامعني يا فلاح؟ هلا استاذ، لي سامعك. تعالى كفلاح، لو جالك كده يا تمام الحمد لله. ايه الارقام المعنوية هنا يا فلاح؟ اثنين وثلاثين ألف، هذه كلها معنوية. دول بس المعنويين دي؟ لا، يعني الثلاثة والاثنين والصفر والصفر والثلاث أصفار. والصفر كمان. ماشي هذه كلها معنوية. تمام، آخر واحد هنسأله معانا، هنقول محمد، محمد الجنبي. محمد ايوه استاذ. كيف حالك يا محمد؟ لو جالك رقم كده يا محمد، ايه الأرقام المعنوية في الرقم ده؟ الألف كلها معنوية. الأرقام كلها، الواحد والصفر والصفر والصفر، الحلة واحد اي لأنه ما جاء على جهة اليسار، هذا هو السبب. الله ينور. طبعا يا شباب، طيب ركزوا معايا، طبعا الجزء اللي انا قلته من شويه ده، هقفل الصوت تاني بقى، بسالكم بعد شويه، اللي انا قلته ده اكيد ما فيهوش حاجه صعبه، ده النص الاولاني من اول درس. ايه ده؟ ده درس من الدروس، المفروض ما فيهوش حاجه صعبه. طب ده النص الاولاني، في نص تاني. ركزوا معايا بقى، بصوا يا شباب، الموضوع مختلف مع الارقام العشريه. في حاجه اسمها رقم عشري، الرقم العشري ده الكسر. ايه الرقم العشري؟ بمعنى دلوقتي لو جيت قلت لك رقم زي ده 25 بوينت نقطة كده، تلاقي نقطة خمسة، النقطة خمسة دي اسمه رقم عشري. يعني 25 دي بتنطق كده 25 بوينت خمسة بالانجليزي، او 25 ونص بيسموها كده، 25 ونص او 25 وخمسة من عشرة بتتسمى كده، اللي هو بالظبط لو حسبناها بالفلوس كده، عملناها بالفلوس، ال 25 دي 25 ريال ودي نص ريال، ده نص ريال، خمسة من عشرة ده نص ريال. تيجي يقول لك انت عايز تدفع كام؟ 25 ريال ونص. تمام؟ طيب يعني دي الهلالات. طيب يعني من الاخر، الرقم العشري ده اللي مش عايز اعرفه، هو الرقم العشري ده رقم اقل من الواحد، يعني كسر كسور. طيب ماله الكسر ده؟ يختلف موضوع الارقام المعنويه فيه. يعني ايه الارقام المعنويه بتختلف؟ طبعا كل الارقام من واحد لتسعه معنويه، خلاص متفقين على كده. يعني حتى في الرقم العشري الواحد لتسعه معنوي، بس بيختلف في حاجه. في الرقم العشري ده مثلا، تعال ننطق كده، واحد وخمسه من عشره، دي خمسه من عشره، دي تتنطق ايه؟ واحد وخمسه من عشره، اللي هي واحد ونص، بنقول عليها واحد وايه؟ ونص. لو حطينا صفر على اليمين في الرقم العشري، او اللي هو بعد العلامه العشريه، يعني حطينا صفر على اليمين، ماله؟ صفر على اليمين في الرقم العشري هو اللي ملوش قيمه. ايه؟ تعال ننطق كده، 51 من 100، بتتنطق كده في الرياضيات، دي اسمها 50 من 100. كل ما تعمل خطوه هتزود، يعني 50 من 100، 1.5 هي 51 من 100. دي هي دي، دي نص ودي واحد ونص ودي واحد ونص. ايه ده؟ الاصفار على اليمين ملهاش قيمة. لو نفس الرقم كان كده برضو، 1500 من 1000، بتتنطق بالطريقة دي، 500 من 1000، الرقم ده بيتنطق 500 من 1000، اللي هو نص برضو، اللي هو برضو نص، دي زي دي زي دي، نفس القيمة. ايه ده؟ الرقم العشري كده. الاصفار على اليمين ليس لها قيمة. العكس بقى، في الرقم العشري الموضوع العكس. لو حطيت مليون صفر، ده نص، ان شاء الله لو قعدت من هنا لبكرة حطيت هنا، بص، واحد خمسة، سوري، واحد خمسة، وحطيت ان شاء الله مليون صفر كده، ده واحد وخمسة، سوري، واحد ونص، ده كله اسمه نص. انطقوا بقى حسب ما انت هتنطقوا، يعني العدد الاصفار دي كل خانة هتنطقها كم من اي كم من الف، الاصفار ملهاش قيمة. لكن ركزوا معايا، لو جيت قلت لك كده نفس الرقم ده، عملت كده بقى، حطيت صفر قبل الخمسة، ايه ده؟ يعني
تخيل كده، ده واحد ونص، ده واحد وخمسة من عشرة. طب يتنطق واحد وخمسة من عشرة يعني واحد ونص. ده بقى ده مش واحد ونص، الصفر بقى اللي هنا ده ما خلاهوش واحد ونص، ده واحد وخمسة من مية. زمان كانت في الضريبة قبل بتبقى 15 ضريبة القيمة المضافة كانت خمسة من مية، كان بتكتب كده خمسة من مية. ايه ده؟ ده غير ده، خمسة من عشرة دي يعني نص، دي خمسة من مية، دي قيمة ودي قيمة. ولو حطيت كمان صفر كمان قبل الخمسة صفرين يعني كده صفرين، دي قيمة تالتة خالص، ده خمسة من ألف. ده غير ده غير ده، ده غير ده غير ده. ايه ده؟ في الرقم العشري الاصفار على اليسار هي اللي ليها قيمة، اللي ليها لازمة. لو حذفت صفر الرقم يتأثر، يعني انا دلوقتي اهو ده خمسة من ألف، لو شلت الصفر ده كده هيبقى خمسة من مية، لو شلت الصفر ده كده خمسة من عشرة يعني نص. ايه ده؟ ده غير ده غير اللي انا حذفته من شوية. الاصفار على اليسار في الرقم العشري، الرقم العشري اللي هو بعد النقطة، يختلف، ليها قيمة ليها لازمة، ما ينفعش تتحذف. لكن الاصفار على اليمين في الرقم العشري هي اللي بتتحذف، ملهاش قيمة. فالموضوع يختلف في الرقم العشري. طب اللي ما فهمش يركز معايا اعملها كمسائل عشان تفهم. يجي يقول لك حدد الارقام المعنوية في الاعداد التالية. يجي يقول لك الاتي: صفر صفر سبعة اتنين واحد صفر، اجيب رقم كبير فيه كل حاجة بقى، نقطة بتاعت العامة العشرية، العلامة العشرية اهي، خلاص صفر صفر اتنين واحد صفر صفر، بس اجيب رقم كده حلو كبير كده فيه كل اللي انا قلته منه. طيب ركز معايا يا شباب، اللي ما فهمش يفهم اللي انا هقوله دلوقتي، لو ما فهمتش يفهم اللي انا هقوله. اول ما تلاقي الرقم فيه علامة عشرية فيه نقطة يا شباب، اتعامل معاه انه رقمين، انت اتعامل مع الرقم كأنه جزئين، هما جزئين، جزء قبل العلامة وجزء بعد العلامة. اتعامل معاه لانه جزء، لو الرقم فيه علامه عشريه اتعامل معاه انه جزئين، جزء قبل وجزء بعد. اللي قبل ده اللي قبل ده اتعامل معاه، اللي قبل ده اللي على اليسار، الاصفار على اليسار ما لهاش قيمه، الاصفار اللي على اليسار ما لهاش قيمه. يعني هنا ايه الارقام المعنويه؟ السبعه والاثنين والواحد والزيرو. اللي بعد العلامه اتعامل معاه العكس، الاصفار على اليمين هي اللي الحاله دي ما لهاش قيمه، الرقم اللي بعد النقطة الاصفار على اليمين لحالها هي اللي ملهاش قيمة، يعني الصفرين دول معنويين ما اقدرش اشيلهم، والاثنين طبعا ما اقدرش اشيلها، والواحد ما اقدرش اشيله، الاصفار دي لا دي غير معنوية اشيلها، دي اشيلها. يعني من الاخر اعتبر الرقم لو في علامة عشرية في نقطة اعتبره ان هو جزئين، جزء قبل العلامة وجزء قبل بعد العلامة. اللي قبل العلامة ده الاصفار على اليسار ملهاش قيمه انت عارفه خلاص، اللي بعد العلامه لا، اي رقم بعد العامه العشريه دي الاصفار اللي على اليمين اللي الحاله هي اللي ملهاش قيمه. تاني اهو لو جالك كده اهو، رقم زي ده، رقم قبل العلامة قبل النقطة ورقم بعد النقطة، اللي قبل النقطة ده رقم لحاله كده، الاصفار اللي على اليسار دي ملهاش قيمة، يعني الصفر اللي على اليسار ده ملوش دعوة، ملوش دعوة بيه مش هاخده، خمسة صفر صفر. اللي بعد العلامة دي العكس، الاصفار اللي على اليمين هي اللي ملهاش قيمة، الاصفار اللي على اليمين هي اللي ملهاش قيمة، فهاخد الصفر ده وهاخد الاثنين وهاخد الثلاثة، دول ملهمش قيمة. مسألة كمان لو جالك كده رقم زي ده، في اللي قبل العلامة وفي اللي بعد العلامة، اللي قبل العلامة ده الاصفار على اليسار ملهاش قيمة، مفيش اصفار على اليسار، هو الرقم ده اخده زي ما هو طبعا مفيش اصفار، يبقى 2 0 مفيش هنا حاجة اللي على اليسار. لكن اللي بعد العلامة اللي على اليمين هو اللي ملهاش قيمة، مفيش حاجة على اليمين، الاصفار دي كلها هاخدها ليه؟
اللي بعد العمل العشرية اللي على اليمين هو اللي ملوش قيمة. خلاص؟ فكل دول معايا. صفر 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة وسبعة. تمام؟ طيب اللي ما فهمش اهو لو جالك سؤال زي ده طيب سؤال زي ده هل هنا في علامة عشرية؟ لا بدل ما فيش علامة عشرية خلاص اعتبره رقم واحد زي ما احنا عارفين زي ما خدنين من شوية الاصفار اللي على اليسار هي اللي مالهاش قيمة واللي على اليمين زي ما اعتبرت يعني دي كلها لها قيمة معنوية لكن لو في اصفار هنا مش هاخدها خلاص 3 0 0 0 ده اللي احنا لسه قايلينه قبل من شوية مفيش علامة عشرية. طب لو قال لك رقم زي كده ده في علامة عشرية او في علامة عشرية خلاص هعتبر اللي قبل العلامة رقم واللي بعد العلامة رقم اللي قبل العلامة الاصفار اللي على اليسار لحالها قبل العلامة ملهاش قيمة الصفر ده لحاله اصلا يعني هو اللي قبل العلامة لحاله فمش هاخده معايا ايه ده مش معنوي مش معايا ملوش قيمة ده فعلا فعلا لوحده اللي بعد العلامة قلت حاجة تانية الاصفار اللي على اليمين هي اللي ملهاش قيمة اللي على اليسار هي اللي قيمة في هنا اصفار على اليمين يمين الرقم لا اللي على اليسار دول كلهم ليهم قيمة صفر 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 اتنين اخر مسألة لو جالك كده في علامة عشرية في علامة عشرية اعتبر الرقم جزئين اللي قبل العلامة العشرية واللي بعد العلامة العشرية اللي قبل العلامة العشرية الاصفار على اليسار ملهاش قيمة ده على اليسار ملوش قيمة ماخدوش معايا هاخد الواحد والصفر والصفر اللي بعد العلامة العشرية الاصفار اللي على اليمين هي اللي ملهاش قيمة بعد العلامة العشرية الاصفار على اليمين اللي ملهاش قيمة خلاص تمام يعني هاخد الصفر ده برضه والصفر ده والخمسة طيب بناء عليه الناس اللي موجود حد لديه استفسار بسأل حد عنده استفسار حد عنده استفسار شباب لا لا يعطيك العافية حدش بقى لا لا طيب حدش عنده استفسار خالص طيب بدل ما حدش عنده استفسار ناخد في حد عنده استفسار قبل ما لا طيب مش ناخد الردود العشوائيه المساله العشوائيه يعني. نبدا ب المره دي انت ناخد عادل علي عادل علي عادل عادل علي العيسى ما لو جالك كده عادل الارقام المعنويه انا عادل عادل على العيسى رقم معنوي الصفر اثنين الصفر ده معنوي؟ لا 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 الصفر قول اسمه 2000 الألفين بس دي مش معنى مفيش علامة عشرية مفيش علامة عشرية يبقى نمشي بالطبع الاصفار على اليسار ملهاش قيمة والاصفار على اليمين هي اللي قيمة يبقى الاثنين والصفر 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 الثلاث اصفار دول طيب ماشي يا علي نسأل مين؟ فهد الدوسري فهد لو جالك كده فهد ايه الارقام المعنوية اللي انا فهد 72 72 دول معانا الاصفار دي مش معانا صح ايوه الثلاث اصفار والثلاثة والثلاث اصفار دول معانا والثلاثة ماشي نسأل اخر واحد معانا اخر اختيار سعيد الحظ بسم الله الرحمن الرحيم حسين نسأل حسين 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 الهجري موجود كيف حالك يا حسين لو جالك كده يا حسين طيب ايه الارقام المعنوية لنا يا حسين واحد واحد بس بس ماشي الله ينور مفيش علامة عشرية يا شباب بدل مفيش علامة عشرية
يبقى الاصفار اللي على اليسار ملهاش قيمه وعلى اليمين ملهاش. العلامه العشريه معناها الارقام زي ما قلت من شويه، اللي على اليمين هي اللي ليها قيمه واللي على اليسار هي اللي ملهاش قيمه. ده اول درس يا شباب معانا، وده هو درس من خمس دروس. ايه ده؟ هو خمس دروس بس هتاخده في الرياضات خمس دروس. ايه ده؟ درس من خمس دروس. والله وبيجي في الاختبارات، انا بقول لكم من دلوقتي ده بيجي في الاختبارات، ما فيهوش اي حاجه، سهله جدا. وبرضو اللي ما فهمش الفيديو ده اتسجل وهيتبعت لكم على الجروب عشان تشوفوه وتقدروا تفهموه تاني لو انت ما فهمتش. طبعا هقفل التسجيل عشان برضو لو حد عنده استفسارات او حاجه ثانيه واحده خليكم معايا.